عليكم ورحمه الله. مدوك الاحباب كل حفظ ربي ستر غبا بي قنوانه تيميا على خير. قماتون احمد انتما بابا علي اروني التزنيان السلام اعزان اكوني اللي كنبغي ناخذ اللام غدرار ولا غزغار غوكس انت ما زرت ولا برا انت ما زرت ايري غادي غير المحبين غزانين غصاد ما ست اسكاريا وام السباهره احلان غوكادير كاري بلون المناسبه نفان تورناج المسلسل بابا علي ويسكراد المسلسل دار نتمنى اكون بهري السوس ما نتمنى اسست الزلميات الوقت احلال كني التوجيوين نون العائله نون الوالدين نون تروى نون المسلسل ان شاء الله هاتي لن تقيس توقت المفاجات اللي نقيس توقت النظر الجديد ان شاء الله الرئيس لي غلقانا نتمزيغ 7:30 ان شاء الله الوقت الفطور اختي النصيد ربي نتمنى اكونين في السلامات تجميا على خير ان شاء الله اكون يحفظ ربي. كما كيعرف الجميع المشاهدين الكرام بان الدور ديالي في المسلسل ديال بعلي هو دور ديال تيليلا مستشاره قضائيه راه شافوني في الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث غادي يشوفوني ماشي كما شافوني في الجزء الثاني ما بغيتش نحرق المراحل ان شاء الله كنتسنى يبان العمل ديك الساعه غادي باش الجمهور هو غادي اللي غادي يحكم ما نقدرش انا ما بغيتش نعاود ما بغيتش نخلق الاحداث ان شاء الله وكنتمنى هذا كاين تشويق بزاف هذا الجزء الثالث كاينين احداث كاينين فنانين كل واحد عطى البصمه ديالو كل واحد عطى الابداع ديالو باش نحلال هذا المسلسل نطمعوا الجمهور ديالنا باش يحب هذا العمل ويكون عاوتاني عنده صدى كبير ان شاء الله وهذا هو الامل ديالنا وكنتمناو ان شاء الله يكون عندنا اعمال اخرى وبغينا نديروا اعمال اخرى من غير رمضان حنا ما نتسناوش حنا تيكون رمضان عاد نديروا اعمال ما كرهناش نشتغلوا حنا على طول السنه واخا يكون عندنا بعدا غير ثلاثه الاعمال على الاقل يتفرجوا فيهم المشاهدين الكرام كنتمنى ان شاء الله هذه الرساله توصل وتحيه لشركه ورده من هذا المنبر تحياتي ليها على المجهودات ديالها وعلى المنطقه اللي اختارت باش حيتاش بدلنا المنطقه ديال التصوير بدلنا كنا في ايجوكاك العام الفايت هذا العام مشينا لاولوز وتيفنوت مناظر جميله ما شاء الله واخا كانوا صعوبات شويه ولكن رغم ذلك تحدينا داك الشيء باش نعطيو هذا العمل وكنشكروا الساكنه كذلك ديال اولوز حتى هما ما شاء الله عليهم ورمضان مبارك كريم وشكرا للمنبر اليوم 24 تحياتي لكم. الدور ديالي الشخصيه ديال اداشي هو واحد الانسان اللي هو متمرد على الوضع او لا رئيس العصابه يعني باللغه السينمائيه المغربيه هذا هو الدور ديالي ونخليو الجمهور يكتشف يعني لما تبقى يعني باش ما نحرقوش الفيلم. المسلسل بابا علي هو واحد المسلسل كبير اللي كيجي يعني هذا الدور الثالث اللي كيجي في رمضان مسلسل اللي يعني كيعرف واحد الصيت كبير لدى الجمهور المغربي بصفة عامة والجمهور الأمازيغي بصفة خاصة السيناريست اللي بدع وكتب هذا المسلسل كيبدع كل عام وكيحاول يدخل امور جديده وكيدخل يعني كاين يعني المسلسل بابا علي ديال هذا العام فيه بزاف ديال المفاجات وفيه بزاف ديال امور اللي هي جديده لا من ناحيه المكان ولا من ناحيه يعني الممثلين الجداد اللي داروا والتحيه حتى من ناحيه ديال 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 السيناريو الكتابه ديالو يعني بطريقه يعني طريقه زوينه بزاف المخرج كذلك واحد الانسان اللي هو يعني كيحاول يعطي احسن ما عنده للجمهور كنشكروا الجميع المخرج والسيناريست وشركه الانتاج كله ينزار اللي شارك على مسلسل بابا علي واش كانت صغير نسكرت جلسه صحفيه لما كردوك دو تنح ارى جمهورنا حارس نتيني رمضان مباركي ارى نتيني حفرجه ممتعه دوري نوغ المسلسل بابا علي ايكات بها لا تقيس كلشي داح كران الثغرات اللي داح اللي داح كان المفاجات رفع هذا تنديني على كحت الزرام ارد تمناها كوني عجب ارد تمناها فرجه ممتعه ارد نشكر الصحافه اللي حاضرين غصه تنمير تنون رمضان نون مباركي مبارك عواشركم